من خلال الاجتماعات العديدة التي عقدتها مع الوزارات الحكومية والموظفين العموميين والهيئات شبه الحكومية، من الواضح أن التشاور والمشاركة العامة يلعبان دوراً رئيسياً في رؤية الجزائر الجديدة التي انبثقت عن الحراك ودستور 2020. أرحب بالأحكام المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع الواردة في التعديلات الدستورية لعام 2020 علاوة على ذلك فقد ساعدت للغاية عندما سمعت في اجتماعات متعددة أن الحكومة الجزائرية تعمل على ضمان امتثال القوانين الوطنية لكل من الدستور وبشكل حيوي القانون الدولي لحقوق الإنسان